قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. اليوم إن شاء الله راح أتكلم لكم عن مزايا حافظ القرآن. واحد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل. في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اثنان، إنه يقدم على غيره في الصلاة إمام. ثلاثة، إنه يكون مع الملائكة رفيقا لهم في منازلهم. أربعة، يلبس تاج الكرامة، وبعد اللي يحفظ القرآن يلبس أمه وأبوه تاج الوقار. بس وأنا عندي الحين مشاركة. أنا ريماس. نبدأ من دار عادي. أنت قولي بعدين أنا. أنت قولي. أول شيء أبى أقول لكم بشرى لأهل القرآن. أول شيء كل عمل يوم القيامة ينقطع، يعني كل الأعمال مثل الصلاة والصيام، كل الأعمال الصالحة يوم القيامة تنقطع إلا عمل واحد، تعرفونه؟ الصلاة. يلا حنين. لا دقيقة، تعرفين يا حنين؟ عمل واحد. الزكاة. لا إلا اليوم القرآن. صح، قراءة القرآن يوم القيامة، يعني حتى الصلاة ما يوم القيامة ما تسوي ولا شيء من الأعمال الصالحة إلا عمل واحد هو قراءة القرآن. وعندي بعد حديث بقول لكم. تفضلي. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الإترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، ليس لها ريح وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. ما شاء الله. وعندي بعد دقيقة بس آخر شيء ذا، يأتي يوم القيامة، يأتي القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا رب يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول له القرآن: يا رب يا رب زد، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول له القرآن: يا رب يا رب ارضى عنه، فيرضى الله عنه. والله عاون مرة. يلا طبعا أنا الحين راح أقول لكم شيء. مصاحبة القرآن تذهب كل داء وتطرد كل بلاء، وهو هدى وشفاء. القرآن حياة، ولذلك الله سماه روح، وأوحينا إليك روحا من أمرنا. اللي ما يقرأ هذا الروح تراه ميت، والله سماه شفاء، إذا دخل على روحك يزيدك روح، والله سبحان الله سماه شفاء. هو مو بس رقية، نعم الرقية حق، نعم هو شفاء لأمراض النفوس، شفاء للقلق، شفاء للاكتئابات، شفاء للمسجون الذي يشعر بالهموم، شفاء للمديون. إذا قرأ القرآن ترتاح نفسه سبحان الله. بكمل. إذا قرأ القرآن يكفي أن كلام الله يمكن في آية واحدة تغير حياتك، مثل يعني تخرجك من الظلمات إلى النور، مثل قصة الفضيل بن عياض رحمه الله. الفضيل بن عياض كان سارق قاطع طريق مجرم، وحتى اللي معاه في القافلة يخافون منه سبحان الله. بعدين يوم جاي يقطع الطريق سمع آية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. سبحان الله أثرت فيه الآية. بعدين قال: بلى قد آن، بلى قد آن، بلى قد آن. بعدين وعد الله، وعد نفسه أنه يهاجر لما مكة ويعيش فيها. سبحان الله سموه عابد الحرمين وصار عالم جليل، ومات في مكة رحمه الله. والحين ويقول أنه لازم نحفظ القرآن، لازم نقرأ ونحفظ يعني ونسمع. بعد الله يقول يوم القيامة، لا دقيقة، أيوة طوبى لمن، مو الله يقول، دقيقة، أيوة طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألق.
لما يقال اقرأ فرتل والتقى، فتمثل القرآن في أخلاقه وفي عهده فيه الفؤاد تعلقا، وتلاه في جنح الدنيا وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، وكن بصفاته متخلقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا، وتجمعي حول الكتاب شتاتنا، وثقي بوعد الله أن يتحققا. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.